متصل آخر. صلاح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا؟ حياكم الله. حياكم الله يحفظكم سيدنا. عندي سؤال سيدنا، أنا ومجموعة من أهل المولدات الكهربائية. نعم. مولانا، الدولة دائما تنطي تسعيرة للمولدات الكهربائية، مجلس محافظة ينطي تسعيرة، بس مولانا ما يعطونا شيء، ما يدعمونا. فاحنا من نطلع الجهاز ياخذون ضرائب، من تراجع ياخذون ضرائب، ويبيعونا في القاعد مو بسعر مجاني، يبيعونا بسعر الدولة يعني. ويعطونا سعر محدد، مثلا تاخذ الامبير 5، زين هذا الامبير 5 اذا تاخذه ما راح تستفيد شيء. في بعض الاحيان او يقول لك الامبير 7، فاحنا راح الخالف مثلا ناخذ 10، يعني بها اشكال مولانا. وحنا مجبورين يعني، مجموعه في ناس ما عندها شغل، مجبوره يعني تشتغل هاي الشغله. يعني تاخذ 10 من العوائل وانت مفروض تاخذ 5 الامبير. يعني مجلس محافظه يحدد بالصيف 7، واحنا ناخذ 10 بعض الاحيان. زين، فما ندري بها اشكال، بس اذا أخ صلاح، أنت خوش ولد، وإن شاء الله مبين من كلامك واحد يعني هادئ ومرتب. بس ما شفت أنا بالصيف يعني ياخذون 7 من عندنا، كله مولانا 10 و12. إي مولاي، هو 10 ناخذ، بس هو مجلس المحافظة يحدد 7، الله يحفظكم، يحدد 7 مجلس المحافظة، يقول لك 7 لا تاخذون. بلي بلي. هم ما يحاسبوننا، بس احنا نخاف إذا بها أشكال الله يحاسبنا، هم ما يحاسبون، يقولون 7 ويمشون. مشكور مشكور، حياكم الله، بارك الله فيك، تفضل. اشكرك. صلاح يقول مجموعه من اصحاب المولدات يقول الدوله تحدد لنا 7000، بس احنا ناخذ 10 من الناس، والدوله ما تحاسبنا، بس احنا نخاف من الله. يعني اخ صلاح، العائله اللي ترضى تعطيك 10 راضي يعني، فخلص راضي، تقول يا ما يخاف، هاي 10 وبخدمتكم راضي. أما إذا العائلة تقول أنا ما أنطي 10، أنا أنطي 7، هاي العائلة أو هذه العوائل اللي ممتنعون وتأخذون أنتوا بالقوة من عندهم، هذا ما يجوز. بس أنت تقدر تسوي شيء، شو تقول له؟ تقول أخويا أنا ما يصرف لي 7، إذا تنطي 7 أنا من الخط أقطعة. يعني تقدر أنت تقول له يابا، وأنت تتعامل وياك كمستأجر من عندي قوة كهربائية، هل قول الكهربائي تستجير من عندي، انا افرض شروطي، يقول انا ما اقبل. ما تقبل حياك الله، شيل الواير وروح. ولكن لابد من ماذا؟ لابد من احراز رضاهم، بدون رضاهم في اشكال، واللي يدفع برضا ما في مشكله.